ستسجل التاريخ بحرف الذهب يا صلاح. توعد ريال مدريد بالثأر، فهل يفعلها الفرعون الصغير؟ خلال نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2018 بين ريال مدريد وليفربول، خرج محمد صلاح مصاباً وباكياً في الدقيقة 25 ولم يكمل المباراة. الحصيلة: هزيمة ليفربول أمام العملاق الملكي بثلاثية مقابل هدف، هزيمة آلمت محمد صلاح ولم ينسها لريال مدريد بعد 4 أعوام. أطلق جناح ليفربول تحدياً لريال مدريد لأنه الفريق المفضل له في النهائي، وهو ما تحقق بالفعل. فهل تتوقعون بأن يفعلها ويثأر لهزيمة 2018؟